مشروع تآلف هو عبارة عن مشروع بيتمحور حول آلة القانون اللي هي بشكل أساسي، وتمازج وتآلف مع الآلات الأخرى. يعتمد على مؤلفات هي من جديدة، موسيقى جديدة هي من مؤلفاتي، إضافة راح يكون في حالة شراكة مع عازفة كمانجة من فرنسا. فهو عمليا يعتمد على الشراكة التركية الفرنسية الفنية، بالإضافة إلى إظهار كمان الروح السورية العربية اللي موجودة فيه. هو عبارة عن 4 قطع زائد حفلتين. الحفلة الأولى نفذناها بمتحف الزيوجما، والحفلة الثانية هي أسسناها تحت رعاية نون للثقافة والفنون. أحد القطع اللي هي اليوم عمليا حتى عملنا من الحفلة اللي هي إنه يكون فيها قانونين بعنوان ثرثرة، في حالة حوارية بين القانونين وإظهار آلة القانون بعدة تفاصيل وعدة أساليب. Bugün Gaziantep'teyim. Sevgili Yami kardeşimin Sentez adlı projesinde. أنا اليوم في غازيانتاب للمشاركة في مشروع تآلف. كان لي الحظ في المشاركة فيه. لقد أعجبني كثيرا. عندما أخبرني يامن أن نحضر آلتي قانون لنعمل شيء مشترك، فكرت قليلا وقلت له ولم لا. عندما سمعت عزف يامن وجدت أنه بحث في علم وأصل وثقافة القانون كثيرا، وما زال حتى الآن يبحث. عندما سمعته يعزف لأول مرة مقطوعات من ثقافتنا أثار انتباهي. الموسيقى العربية والتركية بالنسبة لي يمكن جمع بينهما في بعض الفروق البسيطة الجميلة. في المرات القادمة مع يامن سوف نعمل على هذه الجماليات والفروق أكثر. Çok güzel bir dinletiydi. Öncelikle bizi böyle bir ortamda. كانت جلسة استماع رائعة في البداية. أشكر من دعاني كي لا يفوتني هذا الحدث. هذا المكان يشرح المثل التركي القائل: لا يمكن أن نشرح شيئاً، بل يجب أن تراه بعينك. وإذا أردت أن أضيف شيئاً أقول إنها نصف ساعة من يومك إذا قضيتها هنا فهو شيء لا يعوض. كان جداً شيء لذيذ ورائع يعني، وأنه أستاذ يامن يعني غنى عن التعريف، عازف قانون من الماهرين في الوطن العربي أنا بعتبره يعني. وكان شيء رائع جداً أنه كان اندماج بين الآلتين، نفس الشيء أنه قانون آلتين مع بعض، كان اندماج رائع بيناتهم.